قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، قال إن الأزمة في السودان لها أبعاد خطيرة. واعتبر أبو الغيط خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة أن القمة العربية تمثل خطوة مهمة لحل الأزمة في السودان. وأقول هنا أن العرب لن يتركوا أخوانهم في السودان وحدهم، فنحن نواكب التطورات ونقدم كل الدعم الممكن. وقد شكل مجلسكم الموقر مجموعة اتصال لهذا الغرض في السابع من هذا الشهر، ورأينا جهدا كبيرا محموما متواصلا للوساطة قامت به المملكة العربية السعودية هنا في جدة، ولكن الأمر مرهون في المحصلة بإرادة السودانيين وقياداتهم لوضع حد لهذا الانحدار وإسكات المناطق في أسرع وقت. وبرغم أن الأزمات في سوريا واليمن وليبيا ما زالت قائمة من دون حل شامل أو تسوية نهائية، إلا أنها تمر بمرحلة من الجمود التي تسمح بمقاربات جديدة. وقد حدث بالفعل تحريك للمياه الراكدة في عدد من هذه الأزمات، واتخذ مجلسكم الموقر قرارا في 7 مايو حول سوريا انطوى على مقاربة شاملة للأزمة، ومهد الطريق لانخراط عربي أكبر وأكثر فاعلية في تعزيز التسوية ومعالجة التبعات والآثار التي لحقت بسوريا ودول الجوار في السنوات الماضية.